السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بلاك بورد، ده خاص بالكورسات، وفي جامعات كتيرة جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي بدأت تعتمد عليه. هو سهل جدا في الاستخدام، كل اللي انت تعمله ان انت هتقول له انا عايز اعمل ريجستر، فبيقول لك اكتب الاسم واكتب الايميل بتاعك واكتب البلد واكتب انت عايز تعمل ريجستر كطالب تمام ولا كمحاضر. فمحاضر هيقول لك طب انت بتدرس في انهي معهد او انهي جامعه والاورجنايزيشن تايب نوعها ايه، وانت سمعت عن هو ليه انت هتعمل ريجستر، وهنا كرنت رول، وهنا لو انت طالب هيقول لك لازم تكتب اليوزر نيم والباسورد. طيب بعد ما تعمل الحساب بتدخل فبتلاقي المعلومات عنك، بحيث لو انت عايز تعدل الباسورد او تعدل الايميل او تعدل المعلومات الخاصة بيك تليفون وهكذا، وممكن تعمل اعدادات خاصة بالاس ام اس بحيث تجيلك نوتيفيكيشن او عن طريق الايميل. دي الاكتيفيتي اللي موجودة، بحيث انت ممكن مثلا تقول انا عايز احضر في الكورس دوت بتاع الارتفيشال انتليجنت، فتبدأ تدخل جواه وتعمل انضمام ليه. تقدر تشوف هنا كل المعلومات الخاصة بالكورس دوت، الكالندر بتاعته مثلا بالشهر، مثلا لو في اي كورسات موجودة في مثلا يوم 18 فيبدأ النهار 18، لو في اي كورسات هيقول لك عليها، لو في اي محادثات تبقى موجودة هنا. تقدر تيجي هنا تبدأ تشوف الكورسات اللي موجودة وتعمل سيرش على اي نوع من انواع الكورسات. تقدر تسأل عن open course مثلا او على الكورسات اللي انت هتدرس دلوقتي، ممكن تقول له انا عايز اشوف بقى الحاجات الاورجنايزيشن، ممكن تشوف الكالندر بتاعتك خاصة بيك، في الرسايل، الدرجات بتاعتك، التولز، كارنت كولكشن، بورتفوليو، الجول. هتقدر تستخدم دوت في ان انت تتواصل مع المدرسين بتوعك او مع الطلبة بتوعك، فده نظام جميل جدا في جامعات كتيرة بدأت تعتمد عليه.